EFM أحلى راديو. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم موعدنا يتجدد كما كل يوم 8 للتسعة، اليوم الخميس 21 يناير جانفي 2021. نبدأ بالسمير. عسلامة، مرحبا بك حاتم، مرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا الكل، ومرحبا بوي ام رابح اللي اليوم عيد ميلاد، هذا نقولوا لها جويز انيفرسير. هذه مرة قلتوا لها برشا مرات، احنا نحبوا الاحتفالات الجو حق وجور فريق. ان شاء الله كل عام وانت حيا بخير وي ام، كنت تسمع فيا ان شاء الله من حسن الى احسن في الكارير نتاعك. هذه طولها عملتوا لها خبزه قطولي الحقيقه، انا ما عملتش مش انت كلكم مع بعضكم والله هي ديما راها تشري لكم الجاتو. ان شاء الله كل عام وهي حي بخير. ونبدا وديريكتومون تلفر قتله يمين الجدي، عملوا نقابه يا ولدي، عملوا نقابه ندخل معكم نعمل تدخلات مع الاداره. نحكيو عن نقابه بعد شويه في فيديو الألفة الحامدي بي دي جي تونيسير اللي تحاول تلقى حلول لاول اعتصام نقابات ملي تولات المنصب هذا. هل ينجم يكون للتلقيح خطر على صحة المطلقين؟ حرب التدوينات بين عبد الكريم الهاروني وعبد اللطيف المكي، والحكومة جديدة تنجم تمر دون موافقة حركة النهضة. ميرسي ما يمسهل، ميرسي اماني على الخدمه. فاطمه اليوم بعثت شيء؟ والله ما ريتش. قول الحق والله ما خدمه راهي مش قول الحق. بس تبعث لك اللي كنت في ديسكوسيون بريفي دونك لي والجروب تبعث زاده في الجروب كي انت تفاليدي لها تفالي الترانسفير. داكور تحيه للفريق الاخراج الرقمي. تبارك الله ما عادش نجم نسمي برشا ياسر اسامي، والاسامي هي ميرسي. عزوز ما عملوا بالله بيناتنا، قالوا لي عملوا لنا حاجز انا وياك، ريتك ورا لا يزعوز بداوا ريتها بالمراحل، حطوا لنا كاميرا باش ما عادش نراها، بعدش حطوا بالله ما نعرفش من بعد باش حطوا كل الجرايد اللي لصقوهم كيما في رمضان، عرفت في القاوي. وبيان سور لي غومبلاسابل عزا التويتي. دونك مرحبا بكم. اليوم باش نحكيو على تصريحات النهضة، القياديين في النهضة، ثلاثة قياديين، زوز فرد نغمة الشيخ ونغمة الأخرى بيان سور، ما غير ما نعملوا سوسبانس من توا. نغمة عبد اللطيف المكي اللي هو معناها مشق متاع النهضة، اللي يحب يتطور ويحب المدنية أكثر من الدعوي إلى آخره. طبعا بعديش نحكيه. قبل كل شيء قلت هاي نبدأ بحاجة خفيفة اليوم. أنا من الأيامات عندي خدمة، واليوم قاعدة باهية مع واحد من الممثلين اللي أنا فرحان اللي باش راهو في رمضان السنة، هو منجي العوني. وهو كديما نعطيكم الاخبار فريش كديما معينه. منجي العوني باش نراوه في عنا برشا مارينيش وحشني، وحكينا الحق على فتره القديمه. كتعرفوا كي نحن نبداو القدم نتقابلوا يا حسره يا زمان، ما حكيناش يا حسره يا زمان. الوقت نحن مقتنعين اللي الوقت تبدل، وحتى معناها الشباب حتى كي الناس تسالني ولا فما تعرفوا اللي فما برشا شباب يبدا يعرف روحه من الاول الحاجه اللي يحبها، ما يعرفش كيفاش يبداها. فما اللي مغروم بالمسرح، فما اللي يحب يولي طبيب، فما اللي يحب في فتره ما من الحياه. الشباب هذايا وهذا داخل زادة في نطاق أعرف شبابك، خاطر بداوا السياسيين يكتشفوا في الشباب، شباب تونس، الشباب الثائر، الشباب معناها اللي أصيب بخيبة أمل كما الكبار فما خيبة أمل من نوع آخر. فما اللي كان ريكش وخبزه مخبوز وزيته في الكوز عايش كما يقولوا المغاربة، وخينا المغاربة ما نحبش كلمة خبزيست، ولو أنه خبزيست معناها معانيها في الثمانينات كانت عندها معنى آخر، لكن توا نحن فما حوار الصم بين السلطة ولا بين مسؤولين وبين أصحاب القرار. يعني يقولوا الناس اللي تنجم بتخربيشة بتصحاحها يبدل حياة شاب،
يبدل حياة شاب مثلا وبالحق نحب نبسط الحكاية هذه. تصور أنت تعيش في محيط معناها منحبش نستعمل كما قال خونا البارح الظروف معناها تعيش في محيط ما عندكش كما في العاصمة ولا في المدن الكبرى ما عندكش متنفس ثقافي متنفس معناها استاد محترم ما عندكش وين تقعد تقعد في قهوة سال دو جو إلى آخره. دونك فما بلايس اللي معناها مدن مدن صغيرة اللي عبر السنين نسيتهم الدولة ونسيوهم المستثمرين حتى أولاد بلادهم يعني المستثمرين. وصارت لي مرة هكا تغشوا علي السكان القيروان اللي كيفاش قلت الأولاد القيروان يستثمروا في بلايس أخرين ويستثمروش في محيط اللي عاشوا فيه واللي تربيوا فيه واللي هم أكثر ناس يعرفوا شنو المشاكل والإشكاليات اللي فيه. دونك أنتم تصوروا شاب وصارت برشا مرات وعندنا برشا أمثلة وحكينا عليهم وبعدش يتنسيوا. واحد يجي يقول أنا المنطقة متاعي نعرف مثلا مغروم بالجبل اللي قريب للمدينتي ونعرفه جبل بالقداء وين نرى يجي فيه مشروع سياحي هكا نجم يجيب سياح من بلدان الكل مثلا نعملوا ديكابا نعملوا التريكينج نعملوا حاجات هكا معناها كما السيد اللي حاب يعمل تيليفيري كما السيد اللي حاب يعمل مشروع مندمج كامل معناها تمشي تقوش عليك تعمل كاسور تخلي تليفونك في الدار وتمشي غديك تعمل انفي توتال ثلاثة ايام تقوم ترقى لاك خدامك. وعنا بلايس في تونس راهو انا ما ندورش برشا ما تعرف واحد كي يكبر يولي يركش يولي بخلي يولي يستانس بالكونفور. اما كي قبل كي كنت شاب كيما الشبان هذوما اللي انا معناها يمثلوني ويمثلوني خاطر يفكروني بفترة من حياتي يمكن انا لقيت الناس اللي عاونتني والناس اللي وقفت معايا لكن مش كيفي انا معناها فما ناس مش كيفي انا معناها ما عندهمش نو با يو سي شانس فهمت. وانا متاكد اللي فما ناس مبدعين وفما ناس يمكن فما ناس معناها تكتب وفما ناس معناها تنتج وتبتكر اللي الحظ ولا ما صعفيش ولا هي مرقاتش كيفاش توصل فكرتها. فما زادة بالطبيعة فما ناس عندها طبيعتها تخليه مثلا بخشمه فما ناس كيكا ما يرميش روحه ما يدخلش روحه. دونك برشا لعدة أسباب. دونك تصوروا أنتم السيد ذا بروجي كامل وحاجته بتفتوفة صغيرة ويمشي البنك ويمشي للولاية ويمشي ويمشي وتتهرس أخيه ويدور على 7-5 وزارات وراق وفلوس وتمشي في الليجاليزاسيون وتمشي في الكوبي كونفورم وبعديش السيد اللي بشي خربش له التخربيش اللي بشتعمل رخصة ما يراهش ما عمره ما حل فرنسانك ولا حل شين كيما فواياج ولا على فيسبوك ولا على يوتيوب تخل راه كيفاش في بلدان معناها اللي صحراء تعرف صحراء صحراء معناها ما عندك ما 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 ما, ما تنجم تستغلها وكمام مشاريع وقفت معهم الدولة وعاونتهم والمشاريع متاعهم خدمت عائلات وموجودة. دونك دعوة للناس هذوما بربي معناها ما تستخفوش بالصغار ما تستخفوش بالناس اللي انت ما تراش المشروع مش بالضرورة ولا المشروع ما يتدي غيان مش بالضرورة فاشل مش انت راك انشتاين وتفهم في المجال كان جيت انت معناها عندك رؤية وكل شيء وانت مسؤول على جهة وانت تعطي رخص اذا الجهة متاعك راكدة واذا الجهة متاعك فيها مشاكل وفيها البطالة وفيها الفقر وفيها الميزيريا والتهميش راك انت زادة من مسؤولين على الشيء هذا خاطرك مخك مسكر ماكش فيها منها شيء ومش حكاية فلوس وما ويكذبوا عليكم يقولك معنيش الامكانيات وريح تشوفوا الامكانيات وقت يجيهم مسؤول يصرفوا الملايين باش ينظفوا الشوارع وبعديش بعد تفاهم ترجع حليمة لعادتها القديمة ويطالبوا الناس باش ما يوسخوش وهو ما يراش وإذا هو يدفع في إيديات ويدفع في الزبلة والخروبة وبعديش معناها الدولة ما تستجيبش ليه ولا السلطة المحلية افهموا الناس افهموهم افهموا معناها مش بالضرورة هكا تنكمش وبيهم وعليهم ويصطادوا في المال عكر وكل لغة المضروبة ذيك الكل. دونك
السيد هذيك وحتى كي خربش لك وحتى كي واحد يعطيك رخصة وبعديش برا عاد برا أقنع وبرا جعل وبرا أعمل دونك هذيك هو حاجة من الحاجات الضئيلة مش ضئيلة حاجة من الحاجات اللي تخلي هالإحساس بالحجرة والإحساس بال كيفيش هكا معني ما معبرك حد راهو انت تضرب في طفلك يتحقرك تتمرث فما بالك معناها مستقبلك معناها متاع 40 سنة قدام باش تبني بيه عائلة باش تبني بيه مستقبلك باش تبني بيه شخصيتك باش تبني بيه باش تبني بيه برشا حاجات امال معناها المحيط متاعك يا اخي الناس عندها حق يحبوا عائلاتهم وجيرانهم يرتقيوا ويحبوا الناس الكل مفرهدة و لكن ناس مش فاهمة وقاعدين هنا وشادين شادين معناها بيديهم وساقيهم ويكمبنوا الطاقة اللي مجعولة معناها للإنتاج ولا باش تخلق قيمة خاطر القيمة لا فالور دو ترافاي القيمة بصفة عامة هي اللي تخليك معناها تحس بروحك إنسان مواطن كيف الناس الكل وفي المحيط متاعك تتفاعل معاه دونك إن شاء الله نحن ها وفما حتى كلمة رئيس الحكومة ولو ظهرت لنا معناها مش واضحة برشا لكن يظهر لي فما راهو دراسات فما دراسات اجتماعية في مناطق هذوما بربي اعطيهم دي دوفوار لا ميزون سيد رئيس الحكومه الوزراء نتاع كيما كان يعمل بورقيبه قبل كان بورقيبه اول ما عمل الحكومه كان كي يقرا برشا كتب كان يجيهم مثلا مجلس وزاري قبل ما يخرج يقول لهم اقراوا مثلا ليترونجي نتاع كامو ولا لا بيست ولا اقراوا معناها وبعد ايش في المجلس الوزاري اللي من بعد ربع ساعه الاولى يناقشوا الكتاب ولا يعجبني ولا بيه نحن ما نش طالبين باش نرجعوا بالتوالي ولا طالبين المستحيل والدنيا تبدلت وبعد ساعات توا فما اعمال معناها سينمائيه واعمال تلفزيه اللي تشبه للليتيراتور ولا للرومان ولا لكن هذوما دراسات عندنا دراسات اجتماعيه راهو بالحق التساؤل اللي تراو فيه في البلاتو الكل عنده اجابات موجوده في دراسات دونك دعوه رئيس الحكومه معناها مره في الشهر ما نصعبوش عليه ونعرفوا عنده برشا خدمه وظروف خاصه فما دراسه يا اخي كلف شكون يقراها ويخرج لك منها زوز وراق فيها اللي كونكلوزيون الاهم لي كونكلوزيون شوف الجانب اللي نجم تدخل فيه الدوله ما غير كلفه كبيره نعرفوا كريز وكل شيء لكن اوموان سهلوا للناس حللهم خليهم يا اخي هما شنو لي زانكوباتور كما تطور لي ستارت اب وتسمع ستارت اب تي مازلنا ما خلطني ما نكذبوش على رواحنا لان سيليكون فالي وحتى العبقري اللي يطلع في من الشباب التونسي ونفهمه ونشجعه زاده يمشي للناس ولا للبلدان اللي نجم هو يطور الفكر نتاعه ويطور المشروع نتاعه ويرقى غاديك الناس تسمعه وناس تاخذه ماخذ جد كان نهزوا الوزراء متاعنا يمشيوا يعملوا طلة في أي إدارة من إدارات ما يسمى بالجافا ثم جوجل كل شيء يدخلوا للسياج ولا يدخلوا للإدارة ويدخلوا طيران والعبيد كيفاش عايش كيفاش كلها شباب كيفاش فما الكبار وفما صغار ما مش نحكي على الأقصاء لكن فما تناغم بين الأجيال فما ترقى اللي بالكساوي والكرافات هذوكم اللي نيغوسيو مع البنوك نيغوسيو معناها مع الشركات الكبار لكن الابتكار اللي كونفيه للشباب اللي تلعب باسكيت في البيروات ونحن تراه يدور بشليكه بصبع مش لفات تقول انتم خاطر هذوكم كيفاش عن المقوله نتاعنا كيف لكن انتم تحبوا الكفار ليه خاطر كي يبدا واحد معناها في ان انفيرونمون الكل متناغم وتتقبل لفات تبدا كول اما تبدا العبد الكل معناها جندي وحاصري رواحهم واللي هذا لبس عرفتوك السوريك للفلسة الفوقانية عمرها ما تتقفل هي راهو كشريها تتقفل أما تلمو ريكش وتلمو قاعد وتلمو كيرك في كلبير ويستنى بالدقيقة ودرج وقت يشوف الوقت باش يروح بالطبيعة باش يتحل وباش يولي ماهوش موتيفي معناها حاجة عادية خاصة اللي يخدم للضرورة ولا يخدم في خدمة ما يحبهاش
وكل شيء. كان مرة عرفني صاحبي صديق قلت له شنو الخدمة سافاس تعمل كيفاش شيخ في خدمة ديما سؤالي ذاك معناه إيبانوي إيش عامل. قل لي تعرف كنت في الليسي نعمل مربعات وكل ساعة كل درجة تعدى نعمل عليه كروة يستنى في الوقت خاصة لكورك بساعتين متاع الفلسفة خاصة يبدأ الوستيف ما يعديش أوكين إيموسيون يبدأ يعني يشاد ورقة ويمل ولعبت أترك وأحفظ أحفظ وأترك أترك وأحفظ أحفظ وأترك. هذا قال لي تو كيف كيف أنا في الإدارة متاعي نكمل خدمتي في ساعة غير ربع بعد الشد مربع ونبدأ نستنى هاي كل يتعدى ساعة نعمل كروة. Malheureusement, c'est comme ça. Bye bye. ريت فهمت علاش نحاولك باش نقص عليا الضغط بتاع من اللي جايني من عند عزة وتاي. ناخذ مش ناخذ بخاطر عزة مجبورين نعملوا هذيك الدراسات الكل في العالم الكل أكبر إذاعات في العالم إذاعة نورمالمون ليه أكبر إذاعات في العالم كيما مسحة FM كيما بطاطا FM كلهم عملوا دراسات قالوا يلزم وقت الفاصل ما نوخروش كيما إيه اللي عملته نمشيو فاصل نرجع. أنا مراد صغيدي نتلقى معاكم كل صباح على FM من 7 to 9:30 في الرف معك باش نحاولوا مع بعضنا نحلوا ونختلفوا ونفهموا شنو اللي صاير. أحلى ضحكة حيد القرن حيوان كالش ولا ليه ولا عش نعرف وحيد القروي صاحبي يقرأ معايا في المكتب يموت على المقرونة سحن ماشي سحن جي يموت عليه يكلي يودي نحكيه على الحيوانات تقولي وحيد صاحبي تعالي هكا يا عمر ركز معايا من أبسطك هذا أنا ما نسرقه هو اللي تحمله خلي الحيوانات على شيرة نمشيه للإنسان تعرف الإنسان ما؟ نعرف الإنسان بطراني أنت إنسان وأنا إنسان وبوك إنسان أخي بابا إنسان من 8 إلى 9 متاع الليل أنتم تسمعوا في مع حاتم على FM أحلى راديو. ويش الكسري اللي عديتو؟ يا أخي بابا إنسان هكا قصوة كليم إذا باه الرئيسة المديرة العامة متاع إيافي ولا بستبصير لابسوس غيفيلاتور ما عجبنيش الكسري هاي سبا الرئيسة المديرة العامة متاع تونسير السيدة ألفا الحامدي فرحوا بها يا أخي فرحت بها نحبش انا حكيت رجال ونسي خاطر قالت فما رجال تبكي لكن الموظف موظف راجل مرا انا ما عندي متربي هكاك معني ما مفرقش ما بين راجل ومرا الكفاءه هي الفيصل وهكا مريتو كيفاش تستقبلوها داخله بي دي جي جديده باش تصلح شركه باركه وفيها سيغ بلو نتاع خدامه وفيها ترافيك نتاع قطاع غيار وفالسه وما عندهمش ما يشريو القطايه ما عندهمش اكثر كاترين كيفاش معناه يستحايلوا باش اللي يطلع في الطياره يرقى ما ياكل وهذاك الكل وعاملين اعتصام والنقابه وكجو هذاك وجايبين جماعه من برا باش يظهروا اكثر وهاك مبانكين سيتين قاوي رامي كل شيء دونك يلزمهم الصوت كي من هكاك يلزمهم ناس ما تخافش هي جابوها لمهمة المهمة هي الأساس واللي عنده حاجة وكفما البريدام عنده فما سبل الكل باش انت تدافع كانك مظلوم لكن هذوكم واللي دار أول حتى كنا سمعنا البارح تدخل لوزير المالية في الحق ما قال شيء ما نعرفش الحكومة ما تقول شيء تتكلم ما تقول شيء ما نعرفش نوع معناه
تقول فيلم شارلو يعني تسمع الشفاه تتحرك وانت تسمع كلام وانت تخيل وحدك شو يقصد. قال تعرف وش قال السيدي وزير المالية البارح؟ حتى لك سريح شمت الحق. قلت انا ماني الناس تسمع فيه عليش كي حاجة تمرضني ليش نمرض العبيد بعايا يبقى باش نلخص لكم هكا اللي قال. قال نحن رانا باش نعملوا إليات إليات هذيك باش تفكر في حلول، الحلول هذيك باش ترقم مقاربات، المقاربات هذيك باش تحاول تفض بعض بعض سطروا على بعض المشاكل اللي يعيشوها الشركات العمومية. يا أخي ما نعرفش أنا هنا باش نحكي جوفي مدرسي أو جون، تبدأ نقابي تبدأ دبر في راسك في جرة الشركة متاعك اللي تحب أنت، أنت لا تعنيني ومانيش نحكي معك خاطر كان جيت بالحق حس على شريكتك باش تعمل سيتينج تستنبط أفكار جديدة باش كيفاش الشركة ترتقي وإلا نلقاو حلول ولا نضحيو. فما حد نزل يضحي كلمة التضحية تسمع كان شعارات شعارات لعبت كل تضحي والناس اللي تدافع على الزويولة هما اللي يزمهم يبدأوا يضحيوا مش يستعملوا الزويولة باش يبدأ الكونفورم تاعهم البذخ وما غير ما ندخلوا في تفاصيل مش هذا معناها وما نقولوش حتى ربي يزيدهم ربي يرقى لهم حل إن شاء الله معناها نحن نلقاو حل وربي يعاون عليهم باش نلقاو حل. دونك المرأة جاية بقلبه ربه تخدم والصورة حتى في الفيديو طالعة فوق كرسي باش توصل صوتها وناس دايرين بها وما خافت من حتى حد وقتها هي تجبد على معناها ما خلاوهاش تخدم ما خلاوهاش تبدأ تخمم باش تخدم ما خلاوهاش تستنبط تتكلم في العبيد بمعارفها. المرأة هذية مش تشيشة راي معناها حتى انت غمد الكوميونيكاسيون عجبتني معناها الفاسون هكا والفيديو خليت سمحت للناس بس يصوروها خط العبيد كل اللي حاضرين يصوروا فيها وتحكي ديريكت لا شيشي لا حد شيء ما هيش عاملة. دونك المرأة هذية خليوها تخدم والحكومة ولا اللي عينها ولا الوزير متاحة ديما تقى المرجع هو رئيس الحكومة لكن سي هشام معناها المرأة هذية يزمك تقف معه خاطر يزمك نساكي من هكا باش عليش دلوح لي في راسك عليش هكا معناها أنا عندي أمل شادد في شعره وانت تدوح لي في راسك عليه من اللي يسمع فيا كيف تحبني أنا نعدي الأمل وانت تدلوح لي في راسك من وراء البلار باش نعمل جرايد باش نلصق من جرايد نتاع رمضان. دونك نرجعوا بالحق معناها خليوها واعطيوها ثلاثة شهور أربعة شهور وشوف شنو هي تقترح ومش هكا الخطوط الحمراء هكا الخطوط الحمراء دخلونا مش في الخطوط الحمراء متاع الاتحاد دخلونا نحن شعب كامل في الروج يزيدوك تفتوفة تتفرهدك الشهرين وكل شيء وتشيخ وتقول هاي سافا الشهرين وبعدش القفة فوادو شكون يدبرها يدبرها اللي تزيد خاطر هو شنو معني قعد في الريتم متاعه وما اللي مسكين نهاره 15 دينار و10 الاف اي 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 فما ناس تخدم نهار كامل 8 سوايع قديش انت 7500 في النهار اوه نعود نعطيك اكسري برك في النهار نستحفظ عليك ما نجمش قدي الاكسري عود اخلص بالاكسري تنشيخ فنعملوا حاجه مال ريت المشابين نتاعي كيفاش. دونك بالحق خليوا المراه تخدم العبيد تخدم خلي معناها خلي اقرا فيه الخير قول للسيد هذا ينجم يكون كل هكاك كل واحد هذيك الدنيا فما واحد عنده لا كاباسيتي باش يقنع الناس باش يحاول يحرك الشركه تصوروا معناها أي إنسان وأي بي دي جي معناها كي ترقى عبيد أنت من النهار الأول وهم عاملين لك اعتصام قدام باب البيرو متاعك وأنت تجي خارجة تشم ريحة الدخان وريحة الكلاست وريحة الكلاست وريحة ال ريحة الرمية من عشكا فيه ريحة حاسين معناها الجو هذاك كله قاوي وكل حالة وكل بافيت مارون معناها تلمون يزي ما يتعمل لك تتقزم عندي عندي يكون نادي مسرح قدامي واني راهو في الحالة الكل. دونك فوالا تحية للسيدة ألفة الحامدي واصلها كيكة وما تخافش منهم انت جيت على بروجي ويزمك تمشي جوسكو بو اي بيان سور اليوم شنو اللي صار شنو اللي صار الحديث اليوم حديث مفزع معناها حتى بالبارح سمعت الهاروني من الاول اللي قال قلت بو هكاك زلت لسان بعتيش
كي القوميني سمعتوا كل شيء وبعدش بديت نربط في الحكايات مع اللي تقال في المنيه. لا نبدأوا صعب اللي زيكستري وتنقل لكم كيفاش نبدأوا بالهاروني اجتماعي هذا أبناء النهضة باش يكونوا في الميدان باش يحميوا أمن التونسيين وممتلكاتهم الخاصة والعامة وحقوقهم. لا مرسي سلهاروني لا تنحميه وحدنا خليهم عندكم ميدان اخر تنجموا تمشيوا له اما خليوا الميدان نتاع السلم الاجتماعي خليوه للمواطنين يزي معناها نوصل ما با من الاول هكا ثوره وسخونه واللي حل فمه ويدخلوا عليه بالبونيه قلنا كفاءه تاعي برا عاشوا حرمين ولا عاشوا اقصاء وكل شيء به نضال ويدخل في خانة النضال ومش هما برك وبرش عبيد اما تاخذوا زادة المونوبول متاع الظلم سوديزون انتم الوحيدين اللي ظلمتوا وانتم تدافعوا على روحكم. شو تدافعوا على روحكم؟ تعرف نذكركم كيفاش دفعتوا على روحكم وحكاية الميليشيات هذي خطأ تلميح للميليشيات وعني شنو تقول شباب حركة النهضة فما شباب حركة النهضة واحد شاب منتمي الحزب ولا مناصر الحزب بعقله يخرج بزلات معناها يساند وعيتتك الداخلية قتلكم يجي وساندوني حتى في اللي تعملوا في الأيامات الثورة ذيك في سياق ماك تحبوا انتم السياق وكل شيء يخرج من السياق هذيك في سياق وبنقردين مش هكيك ما تبيعوش بنقردين ما تزيد ركبتوا على الثورة تحبوا تركبوا على بنقردين زادة بنقردين مواطنين عاونوا الأمنيين هاوكا فلان غادي الدار هذيك فيها وهذيك الملحمة ملحمة متاع بنقردين ملك التوينسة الكل مش عندكم المونوبول زادة متاع ما هيش غزوة هذية ولا واحد طالع في المنقالة دونك نكونوا رايضين ونحكيوا بعقلانية هذه حاجة تقول انت زلت لسان نسمعوا القومين ايش قال. اخر حاجة احنا شفنا القوى المدنية تستطيع ان تدعم قوات الامن بنقردان كانوا المدنيين مع الحرس ومع الجيش في مواجهة الارهابيين عندكم ميليشيات تدعم سي محمد لا مش ميليشيات المدنيين حركة النهضة موجودة في كامل البلاد وواجب شبابها أن يحمي الممتلكات الخاصة العامة وينسق مع الأمن ويعاون باللي يقدر عليه هذا الشيء في 2012 هذا ما فيه شوف كل واحد عنده دوره مش فارغ بالنهضة قط شفناهم الآن الناس يهبطوا في الفيديو من كل البقايا شفنا التوانسة الأحرار المدنيين من النهضة ومن غير النهضة ساندوا الأمن في موجات الإرهاب ويساندوه في موجات الجريمة والشباب ليس لصوصا وليس مجرمين هاوكا حتى معناه من بعد باش بدل قال لي مش كان النهضة برك لا 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 مواطنين توينسا وقت يبدا الخطر داهم على البلاد لا ولد النهضة لا ولد عمار بوزور معناها توا واحد واحد يعس على روحه يقول به يمكن انا ظالم يمكن انا معناها متحامل عليهم يمكن خاطر ما يقربوليش لا فكريا لا اللي تحب انت به لكن موجود نحن في وطننا تقاسمه شو معناها تزيد معناها تهديد صريح هذا وتهديد معناها حتى المكي اليوم مش قال المكي قال الميدان لأجهزة الدولة فقط منكم فيكم حتى منكم فيكم مش راضين هالقوميني وهالعبد الكريم الهاروني هالنومنكلاتورة القديمة يفكروني كان أرجعوا لتصاوركم تاعك السنوات 70 وقت يعملوا ديفيلي دمود في ديفيلي دمود يعملوا ديفيلي ميليتير في البلاس روج برجنيف خروتشيف قاعدين كيكك النومنكلاتورك القديمك اللي لابسين كبابت وواحد والبحيري والناس اللي ما اللي خلاو حركتهم تتطور وانا بالحق يسخفوني ولاد النهضه خاطر ولاد النهضه ترباو السيستيم نتاعهم تسمع كلام الشيخ وتطيع يعرف خير منك هما اللي هذوكم مجلس الشورى ومكتب تنفيذي معناها هكا نومنكلاتورا وكل شيء هما اللي ما تجاوزهم الزمان خاطر ما خلاوش الشباب عندهم شباب كان ينجم الحركه المدنيه نتاعها توصل لها في اقل من السنوات مازالت ماهيش مدنيه يزيونا ماك اللغه المزدوجه ماكمش الناس اللي يحبوا على المدنيه انتم اقصيتهم في اذا واحد فما عندي فما مره تعليق هكا بتفادليك كل شيء قالوا معناه وصلوا يقولوا فلان نهضاوي يقولوا ايه كان جا نهضاوي راهو استقال كان جا باهي كان جا كفء راهو استقال
ليماج اللي ماشي هذيك واللي نعيشوا فيها 10 سنين شاركتوا في الحكومات الكل وما تحبوش تتحملوا المسؤوليه. فما معناها انسان تنجم تعمل عليه ما يحبش يتحمل المسؤوليه. قالك عمري ما حكمته، هما حكموا وحطوا عبيدهم وحطوا الناس اللي من بعد حطوا ناس معناها والله تقول اي هذا قيادات يتحمسوا له. انا معناها مع حكومات حزب عندك جبت 40% في الانتخابات 40% وزر، هاي سوارين هاي لو كل واحد تحمل مسؤوليته تحمل وزارة. هم يحبوا يأكلوا القسط بدين القطوس، وتوا معناها اليوم امبوسيبل واحد يسكت على هذا. ومش هما تو فما احزاب تطالب الاعتذار، مش الاعتذار يلزم رئيس الحركه يلزم يهبط، مش بيان كيما نتاع باش سكت سامي عبو ولا باش صرح الكلوار اللي في مجلس النواب، يلزم اعتراف بالخطا الاتصالي. خاطر اذا زوز قيادات بالحجم هذاك، حجم نحكي حجم في وسط بعضهم، خاطر الحجم الكبير السياسي ولا هذاك الله غالب معناها اللي يلزم تقول راني ما قصدتش وما ندعو زادة ما يهبط حتى حد. وكان فما حاجة باش تصير فما الداخلية وفما يا أخي تلعبوا بهم بوليسية اللي عنا ولا الاحتجاجات. حتى البارح خرجت إشاعة بالحق، أنا البارح كي روحت قلت بالرسمي معناها شو التطور اللي وصل له الامن التونسي، احتجاجات كيما هكا بالكفافه وهكا وصغار كل شيء، ومعناها ما تقتل حد يمكن تضرب ولا فما الغاز لاكريموجين. معناها نحن ضد العنف بصفه عامه، يمكن تمشي الاكستريم تاع العنف ما وصلولوش، ما ضربوش الشعب بالرش، ما قتلوش بالرصاص الحي. والميليشيات ذكركم بالتاريخ، الميليشيات هم النهضه يبهتوني بالحق. معناها الاكثر ضحايا نتاع الميليشيات فكركم الميليشيات الصيح وين كنتوا تتخبيه وين كنتوا هاربين وين كانوا يتبعوا فيكم. معناها ميليشيات الصيح ميسي تحبوا تعاودوا التاريخ، معناها الحاجات الباهية في تاريخ تونس العبيد الكل حتى حد محب يرجع له. معناها كي تجي تقول اه فترة كيفاش الحركة الاقتصادية اللي صارت في السبعينيات، خاطر رئيس الوزير الأول وقتها الهادي نوير عرف كيفاش وعمل لي كيب باهية وعرف ياخذ القرارات اللي بها الفايدة ودخل ديناميكية جديدة. التوى المزايا متاع القرارات اللي خذاهم الهادي نويرة معناها التوى معناها قاعد سيريا المفعول في ميزانية الدولة وفي الدولة. ومن بعد معناها هذاك الكل نخليه وش ناخذوا نحن من الفترة هذيك؟ ناخذوا الميليشيات متاع الصيح اللي كانوا يدوروا بزلالة ويعسوا على عبيد تكون مراوح من الجامع واللي يلصقوا فيه خوين جي مشي هو وعائلته حتى واحد متعدي صدفة قدام داره. تحب معناها نرجعوا لهذيك؟ لكن كي تحلل وكي ترجع الواحد يا ولدي النهضة كحزب مانيش باش نعمم جوست ناخو هذيا النومنكلاتورة تنعودوا نعيطوا لها النومنكلاتورة باش هكاك نفرخوا، خاطر فيها برشا ناس بهين. فما ناس انا كي نحكي معاهم من نهضة باش نسمي سمير ديلو، كي تحكي مع زياد العذيري، كي تحكي حتى مع عماد الخميري، ولو انه قلت البارح رينا وجه اخر من هذاك سياسة أو وقت يقول للزميل ويا جبان زاد يتيح من عيني شوية. لكن كي تراه فما ناس كي تراهم في النهضة تقول تيان ولد وقتهم عندهم رؤية، تحسهم عندهم غيرة على الوطن، أما هم عندهم الأخرين عندهم غيرة كان على حركتهم. وراه كي تشوف علاش فما إشكال مع الحركات اللي عندها الإيديولوجية هذية، خاطر يراو رواحهم مش هما برك راو نحكي، خاطر ما هي اليوم أنا يعني إذا أنا اليوم كي نجي نحكي عليهم علاش جو مبرمي وحتى معناها بالطريقة هذية ونعرف اللي عندهم تبارك الله الذباب الأزرق لكن ما يعمل لي حتى شيء. معناها وسعوا بالكم مرحبا، حتى نعطيكم حتى فيسبوك تنجموا زادة إذا باش تفرهاتكم وتخرجوا العقد مرحبا. اما الناس اللي معناها اللي عندها افكار واللي يخليو الناس تطلع، معناها هم انتم في بعضكم ماكمش في بعضكم معناها متفاهمين. جيت هددنا معناها تقول لي تنهبط لك الشباب، قال شنو باش يحمي المنشآت؟ باه يحمي في المنشآت. وكي يجي شاب اخر هو معناها متقر ولا باه نجي سارق يا اخي هاي قول نمشي يوم الاخر. هما يحمي في منشآت وجاو جماعه بانديه سراق يحبوا يخلعوا المغازة المعروف نزيدوهاش بوب، دونك داخلين باش كيف ستكون ردة فعل؟ ما باش تطيح فيهم روح ولا اثنين،
هكا تحبوا تطيح الارواح باش ترجعوا في الميدان وما عادش 15% تقدموا 3% ايوا التصويت. لا 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 معناها هذا ما يلزم حتى سياسي يسكت عليه. هذا معناها في دولة رقعوا فيها بالكعبة بالسكوتش منا هكا نزل تورنوفيس منا. خلي هالدولة هذه ما تتفككش وخلي هالمجتمع يتنفس وخلي هالشباب يترشق طاقته ومعاش حاجته حد بالدولة. ما حاشتنا نحيونا الرخص ونحيونا التصحيحات ونحيونا الرشوة. تتراو البلاد كيفاش تولي في أقل من 5 سنين مش دبي. نولي دبي بور موا سي با ان اكزومبل سي تري فيك وقوة فلوس. تولي بلاد حتى كي تبدا اللنهجة معناها حتى تبدا الكياس التراب وما فيهش حفر ومبني بعرق مجتمع كامل وناس تستحفظ عليه كل شيء. عندي خير لي من الرخام اللي عاملين به الكياس اللي يجي به امير قطر ولا امير درشنو كان جاي عارقين عليهم راهم يطيشوش فلوسهم في الصحراء ولا يطيشوا فلوسهم في الرخام ولا في البلار. يعملوا البنيات معناها مئات ولا عشرات معناها ليزيتاج يعملها كلها بلار والكليم تبدا معناها الكونسوماسيون باش تبرد البنيه هذيك تعبير بترول. ما هما عندهم الشيء هذيك وعندهم ما يعرفوش قيمه الفلوس كي تمشي في المصلحه العامه. هاكا عائلات تحكم يدزوا فيه بالركبه ما يعرفوش ترفخ ليهم فيه فين. اما نحنا ما يمنعنا كاين لا ماتير غريز لا عنا لا باش نزيدوا بترول لا باش نزيدوا فانا جديده ولا نقعدوا هاك نستناو يهبط شي كنز والعبيد ولا تحفر في الاراضي وتحفر في الحفر وناس البيوت نتاعها في الحياه تتيح على كنز ويستغنى هكاك ما غير حتى ايفور. ليفور الوحيد ضربتين مسح هاك يعني. دونك لي سامحوني جماعه النهضه الكلام هذا يلزم ترقاولو يلزم من هنا تطمنوا الشعب خاطر كان باش تخرج للشارع باش تولي حكايه لغه شارع راهو هذيك يمكن تحبوا تهزونا ولا تهدوا فينا ولا تخوفوا فينا. وانا انزه نقولها معناها تحت مسؤوليتي مسكين يخرج الغنوش يعمل ابيل باش يخرج شباب نهضه ما يخرجولوش شباب تطور عليك يا سي راشد الغنوشي وسي القوميني وسي الهاروني تطوروا عليكم الشباب شبابكم انتم شبابكم اللي تخلصوا فيهم 400,000 عطيه اورديناتور باش يسب العبيد. هذاك الشباب هذاك كان عطيته اورديناتور باش يبتكر وزدته 50,000 في الشهريه وعطيته قيمته قدو تخرج لك ابليكاسيون. اما انتم ليه انت تعملوا في الباجيت والخصوم بتاعكم حتى اولادكم حتى والسيد اللي حكينا عليه عن جماعتين وكيف استقال خاطر تسب من ابنائه معناها يعرفهم شكون يسبوا فيه هكا معناها. يا ولا به دونك فوالا نحن نعرفوا راهو ما يصير شيء راهو مش تخويف ولا الكل جاي خاطر سي قيس سعيد مشى للمنيله وطلب قال لهم انتم مسؤولين على الحومة ما قال لهم مش هبطوا زلالة ومشيوا معني عارفوا قراءوا زادة ولا خاطر هو تكلم بالدير وهو عنده الشجاعة باش هبط. انا اتحدى القوميني واتحدى الهاروني يهبط كما قيس سعيد بالحراسة زادة يهبط في اي قهوة شعبية ويمشي يقول لهم فهمتكم ولا احمي والمنشآت نتاعكم. هو اللوسونس نتاع حماية المنشآت سيكو انتم في حومتكم تحتجوا اما ما تكسروش هذيك الحماية مش قال لهم برا شد زلالط هذيك المعنى. واذا قلنا خاطر من الاول تقول بتيتر واحد منهم هكاك سخن في ديبا وقالها ليه اذا قالها القوميني وجاوب مكي وجيماجين معناه كان استدعينا البحيري يلوغي دي لا ميم شوز ولا فهمت والغنوشي بعد ايش نعم باش يرق باش نعطيه اراضي باش نفرقوا اراضي دوليه على ساعة اراضي شكون اراضي النهضه ولا اراضي الغنوشي هذه الدولة التونسية. أنا جو بريفير الدولة التونسية تستثمر غادي. هي الفكرة راهي مش خايبة معناها الفكرة تنجم تكون لكن زادة مش خاطرك أنت تقولها كيكة ولا تمني في أبناء النهضة. فما أبناء تونس اللي هم أبجل من أبناء النهضة وفما البرلمان اللي هو مش بتاع النهضة بتاع الشعب التونسي وفما المال العام اللي هو مال التونسي وفما زادة الأمن متاع التونسي اللي هو ملك التونسي والوحيد اللي يخوله في ديمقراطية في جمهورية باش يحمي التونسي بالسلاح هو الأمن هو الجيش. أما أبناء الحركة والميليشيات معناها كان يحبوا يدخلوا في التيران هذية ظهر لي النهضة
باش تدخل مشاكل كبيرة مش مع الأمنية ولا مشاكل سياسية، مع الشعب التونسي. الشعب التونسي راهو صارت ثورة عملها الشعب التونسي، معناها ما جانيش فاكس نحن من عند الغنوشي من باريس، مش من باريس، وكان في لندرا. هاي باهي لندرا، اش خاص كان واحد في لندرا معناها تبعث لنا فاكس باش خرجنا عملنا ثورة. لا، الشعب التونسي، الشباب التونسي، حتى اللي اخويا التجمعيين، فما عبيد منهم كانوا فادين من السيستيم، وفما اللي منهم اللي تطور، وفما اللي قبل بالديمقراطيه في الجامي. معناها منعرف من الاول الكلام هذا صعيب يتقال في السنوات الاولى، تو 10 سنين يزي بالحق، يزي يا بلاد يا ما تتصالحش مع الناس، ما تقبلش روحها، تخدم اليد في اليد، يا باش نوصلوا للميليشيات والبو. ما نوصلوش، ما نحبش ما نتصوريش، حتى كي نخاف منها وحتى كي نقولها ما نتصوريش، خاطر هالناس هذوما ما ترى جيرينك، وترى يا خويا النهضاوي، انا عندي جيرين نهضاويين، عندي جار شيوع، عندي صحاب من النهضه، عندي صحاب من الدستوري الحر، عندي صحاب دو بارتو، كي نتلموا نحكي ونجموا نتعارك ونجموا معناها، وفما شكون حتى من صحابي اللي هم يحبوا عبير موسي يعتبروني انا معناها مانيش اوبجيكتيف معاه، حقك يا اخي، هذاك رايك حقك، اما مش مانيش قاعدين نتقاتلوا انا وياه، ولا هبط عليه بزلاط عرضت له في الليل وهو مروح، ماهوش هذايا ما يشبهنيش، يشبه يمكن المجتمعات اخرى، العقليات اخرى، يشبه يمكن ال كيفاش يقولوها الافكار تزرعت لنا في تلافز مموله من الخارج، مموله من الميل الفائض، الميل الذي المسخ نتاع البترول، هذوكم بتاتر يحبوا يبدلون، يحبوا يردونا معناها جماعه همج، لكن نحن ليه يا اخي مش مانيش حتى ما باع الحذر. انا ليميت عندي عامين نخدم على الفتره ما قبل الفينيقيه، يا ودي معناها بالحق تراه، وكان تراه كيفاش كنا، كان معناها التطور الفكري اللي كانت العبيد الكل معناها تتقاسم الحكم، كانت النسية تحكم، وكانت مفهمة، والعبيد الكل معناها حافظوا على التناغم وذاك، ودخلوا فيهم ودخلوا ديانات ودخلوا من الأبرار كل ما فما حتى حد نجم يقعد في تونس خاطر ينسخ تماماً، يفهم اللي البلاد هذه صعيبة، ما تنجمش لا تحوك فيها القوة، لا تحوك فيها يعني حتى نحن كومبليكي، حتى نحن كشعب، حتى نحن بعض ساعات نلوموا على بعضنا ونترو كومبليكي، جنجينا سكيزوفرين وكل شيء، لكن 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 يا اخي عندنا هكا تقول تونسي كي ترى درابو معناها برا فسرها هذيك، كي ترى درابو الاحمر وفي نتاع تونس برا فسرك علاش لحمك يقشر، ومش كي راهو درابو اخضر ولا راهو درابو اكحل مكتوب كيفاش ولا مكتوب بخط عنده 5000 سنين، كي راهو درابو الاحمر نتاعنا نسمعوا النشيد كي ماركي جوير تاع كوره بونتو في ليكيب ناسيونال، الشعب الكل يتوحد يجيه نفس تقشعر، دوك تحبوا تقسمونا نمشي فاصل. فما اللي يشوفها حرية شخصية. ارجعني لكم اي نحكي شوية تلقيح بالحق معناها بديت وضاح الصورة الكوفاكس قديش وصلنا معناها قديش من واحد قايد قريب 15000 دونك قريب 15000 دونك انا بالحق كنت نحسب الرقم باش يكون اكثر خاطر قديش لي 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 150000 ها 100 هذا حتى للسبعة متاع العشية 150 خاطرين من الاول في الصباح 15000 143000 الرقم محترم دونك كيف باش نعمل انا كنت باش نعمل محاضر تيرادة على العبيد اللي ما قايدش بو برافو اوكي واصلوا هكاك سامحوني غلط ريت كيفاش تاخذ حتى على شيفر تقرا بالغلط تغلط في حق التويس والتويس ديما هاربين علينا هاربين نحن هاربين على رواحنا ديجا دونك الكونستركسيون اللي عملتها الكل بتاع المنطق خليه المرة أخرى تزيد نشوف نعمل قراءة أخرى للأرقام هذه لكن فيما يخص عنا إكسري على التلقيح وقتاش باش يجي نعدي والإكسري تنعطى لي ها التلقيح جاي من برشا بلايص على خاطر ما فماش معناها مخبر برك اللي نجم يوفر
الكمية الكاملة اللي احنا نستحقها. هذه أول حاجة هي بيدها الكوفاكس المنظومة هذه متاع الكوفاكس ما فيهاش تلقيح برك، فيها اثنين ولا ثلاثة تلقيح على ذاك الناس دونك تصير معناها ما يعرفش هذا واحد يقول لك الأمريكاني وهذا الروسي وهذا إلى آخره كبير جدا. والناس لا هو الناس ما يزماش، أنا في رأيي يلزم الناس تتهنى اللي ما يدخل حتى تلقيح اللي هو مهوس مسجل في مراكز اللي هي جيد جدية في العمل متاعها عالمية معروفة بما فيهم المنظمة العالمية للصحة، واللي ما يدخل حتى تلقيح ولا حتى دواء اللي ما فيهش معناها معايير متاع الجودة معايير متاع النجاعة والسلامة. بقى ذيك نحن بريسك شبه متأكدين منه خطب بالحق نرجع حتى تاريخين في الحكومات بعد الثورة قبل الثورة قل وندر كونه دواء معناها تصير فيه مشكلة صاروا حاجات قليلة برش. دونك جو بونس كو لا ريغور في الحكاية هذه موجودة، وحتى حتى المشكلة اللي صارت متاع كروز الفاسد وكل شيء حتى اللونكيت أثبتت اللي في التنقل لفاسون اللي هو إلا يتي كونديسيوني بها الروز ولا حتى القمح اللي فسد هو في التنقل يمكن وزادة ما نعرفش معناها أثبتوا الحكاية ذي. فما زادة اللي يقولوا بعد ساعات الباتو يقعد برشا يستنى في الكي دونك الكونديسيون ما بتتر يعملوا ديزيكونومي في الكونديسيون خط الكونديسيون ما راهو يتعمل ياما يتعمل بالفروا دونك فما ماكينات اللي تخلي التمبيراتور تجمش أي حاجة غذائية العدو متاحة هو التغيير ولا التكربيس ذي مرة تطلع سخانة مرة تهبط دونك بتتر زادة فما ناس يعملوا يقعد يستنى في البورت 40 يوم 50 يوم بعد ساعات الكونديسيون ما يكون مش واضح في الحكاية ذي. دونك نحن عنا ثقة في الناس اللي تعطي لزوتوريزاسيون معناها لتسويق معناها دواء، وزيد فما عندك ان بخي اوتوريزاسيون لو ام اس خاطر ما يلعبوا زاد لو ام اس اللي تخي معناها بوينتيوز في الحكاية هذية. دونك بون ميزا بار الكالندري ذيك حكينا فيه برشا دونك فما حرب راهو متاع تلقيح خاطر توا هاي عزة تويتي ريكروتمون جديد في الفريق على ذيك عملنا لها بالار باش تمشي تفركسنا على أخبار بعثت توا فما نشوب حريق في أكبر مركز إنتاج للقاحات الكورونا في الهند دونك لاغير انتر لي لابو هذه ما عندكمش فكرة ريتو فما بساعات نحن نتفرجوا في أفلام ولا نتفكر أنا مرة ظهالي ميسيو امبوسيبل دو فما حكاية تشبه الوقت نتاو معناها فما فيروس فما رقاوان فيروس مخطر ياسر كان يتسيب يعمل حالة دونك تفكروا الفيلم دونك هما عندهم الانتيدوت ولا اللو فاكسان والحرب الكل على الفاكسان خاطر الفيروس معناها لبانديمي ولا هذوم الحاجات حاجات متاع وقتنا توا وينجموا يتطور وراو كي ترجعوا للتاريخ كل 100 عام براتيكمون كل قرن فما صارت بانديمي متاع حاجة معناها من لابيست فما لابيست نوار اللي جات من لازي للأوروب تصور معناها جاتهم في جربوع طلع في باتون جربوع معناها ترجع للتاريخ تصور معناها نحن والقوة وتسمع والبارح كانت تفرجتوا في كيفاش بايدن خذي الحكم وكل السيكوريتي وكل كرهب البلندي ويزرف جربوع في وسط الجماعة ذوكم والجريبة معناها بالحق رد بيلكم الجريبة خاطر ما تراهمش ويخرجوا لك فجأة وينجموا يدمروا لك بلاد كاملة دونك نقعد نستني والتلقيح إذا هما باش يمشي ويخذوا من برشا بلدان سيغتو كو فما حاجة كيفاش معناها لي لابوراتوار سور فما حرب بيناتهم سور باش يقع ان براتفير شكون يبيع اكثر ولو انه خاطر توا حتى كي هو ما يخلطش باش يعمل لي كوموند اما الناس تخزر على المدى البعيد 4 سنين 5 سنين افوار ليكسكلوزيف مش افوار براتيكمون بريسك لو مونوبول في مارشي دونك حريق كيما هكا في مركز انتاج كبير في الهند معناها تنجم ما تكونش اكسيدونت مش كور سيركوي ولا حاجه هكا باش يعملوا لها لجنه حتى هما عندهم اللي جايين كيف يعملوا لجنه ونشوفوا شوف يخلطوا شي لحل مقنع. بون حكيت الديوانه ما نخلطوش حكيت الديوانه بون هو اش قال هيثم زنيد
على قال كان معناها كان ما جاتش معناها اللي صار هذوما حكايه النفايات الى بريسا بور اكزامبل كان جات فما رقم انا في مصالح الديوانة راهو ما صارش الشيء هذا. انا هيثم زنيد يعجبني خاطر ما عندوش برشا لغه خشبيه. السؤال اللي كنت نتمنى نساله للسي زنيد، شكون عنده انتري في الديوانة باش ما تصيرش رقمنا؟ هذا هي السؤال المهم، خاطر رقمنا انا جو بونس اللي فما برامج يكون عندها 4-5 سنين، فما حتى وزارة المالية عندها برمجيات كانت معناها هيبات جات من اوروبا وممولة وكل شيء باش ينظموا الامور هذوما الكل. لكن شكون اللي ضد الرقمنا؟ في الإدارة بصفة عامة مش في الديوانة، شكون؟ علاش التأخر؟ علاش جاوبنا علاش التأخر؟ يبقى خاطر فما عبيد اللي رقمنا باش نحي لها ميسرة، اللي رقمنا ما تخلي تمنعه باش يطرفك ولا يدلس دوكيمو، اللي رقمنا ما ينجمش ياخذ بها رشوة إذا كل شيء ولا عن بعد. تصور واحد ياخذ ترخيص نتاعو عن بعد ويخلص عن بعد وما يقابل حتى موظف، ما يشد حتى صف وحتى جيشي. تا الفساد وحده وحده معناها سيندفر سي هيثم. دونك سي هيثم يظهر لي معناها مش أنا نتوجه لك ليك أنت، أنا ما نتوجه للناس اللي تحب مصلحة الإدارات بصفة عامة، مصلحة إدارتها هي بصفة خاصة. الرقمنة راهو يلزمها بالدبابات تعمل، يعني الإيماج شنو بالدبابات؟ معناها ستان دوسية ما يتخدمش في وسط الإدارة، غادي يلزم كل شيء تعمل كل شيء من برا، فريق يكون معناها فريق قوي، وبعدش ترسكلوا العبيد، واللي ترسكل ترسكل واللي ما ترسكلش شوفوا له خدمة أخرى. دونك فولا معناها إذا تحبوا تفضوا المشاكل نحيوا التراخيص، نحيوا الكونتاكت مع الموظفين، خاطر وقتها تنقص كمية كبيرة. وأنا نتصور موظف شريف، موظف يخدم في خدمته، موظف يحب يدخر الدار والحليل، بالعكس يرتاح من الجيشي، يرتاح من اليومير متاع المواطن، يبريفير هو يخدم على دوسيات في بيرو أرتح. تعرف المواطن سي ستريسان، وبرشا حتى جميع اللي يخدموا راهو في الجيشي بربي يوسعوا بالكم معاهم، خاطر هذوكم يمكن انت تدخل نص ساعه غاديك تحسبها تضيع وقت، ونتفهم خاصة يبدا فما صف ويبدا فما فوضى الى اخره. لكن السيد اللي وراء الجيشي راهو شوفوا قديه من عشرات مواطنين يتعدوا كل واحد باليومير نتاعو، فما المتربي، فما اللي فما حتى اللي بعد ساعات معناها يبدا يتكلم وما يعرفش حتى يتكلم، وهو مش عارك فيه كما يظهر كلامه يعارك، يعني يوتر لك اعصابك ما غير لا سي سا لا ناتور هيومان، هذاك الانسان. دونك هذا الكل الاصلاح يجي باراده جماعيه. ميرسي بوكو اللي تبعتوني، ميرسي على الميساجات زاده قاعدين يجيو تك نروح بعد نقراهم. نقول لكم موعدنا يتجدد غدوه ان شاء الله، الاخبار تكون خير وان شاء الله نحكيو في حاجات تكون عندها ايجابيه اكثر من اللي قاعدين نعيشوا فيه.